صباح الخير. واليوم 8 سبتمبر 2022 وتوقعاتنا الفلكية لهذا النهار، وبداية مع مولود برج الحمل. عزيزي مولود برج الحمل، عم بتعيش صراع مهني كبير ما بين الانسحاب من عملك الحالي باتجاه شيء جديد وما بين ابقاء الوضع على حاله لبينما تترتب الامور بشكل تاني. عاطفيا عملية التفكير بتحريك مشاعر الشريك تجاهك ما عادت صعبة ابدا مثل السابق، وخصوصا انه الاجواء الفلكية تبدو مرحبة باي خطوة جدية للعلاقة. مولود برج طور اندفاعك باتجاه تغيير ظروف عملك الحالي لا يبدو أنها سهلة أبداً بالوقت الحالي، ولكن تأثير هذا الواقع رح يخليك تختصر الوقت بخطوة فعلية. عاطفياً بداخلك تنهيدة وحسرة كبيرة، وكأنه هذا الإحساس عم بيخليك تشعر بأنك شخص غير مرحب فيه أبداً بحياة الشريك. مولود الجوزاء، ظروف مهنية جديدة رح تجرك باتجاه القبول ببعض التغييرات يلي أصبحت على مسافة قريبة منك تحديداً، بالإضافة لإجراء صحي جديد بانتظارك. عاطفياً ما تنفرد بقراراتك العاطفية لوحدك، وخصوصا أنك أنت هلأ عم بتعيش بحالة ضياع وعدم استقرار فعلي مع الشريك، وركز على تغيير الوقائع لصالحك. مولود السرطان، تركيزك على تحسين وضعك المالي رح يضطرك لمضاعفة نشاطاتك الخاصة، بالإضافة لعودة مسهلة لظروف مهنية من بعد غياب متقطع عنها. عاطفيا عم تسعى لتقوية حضورك العاطفي بكل الطرق، وتوقع تجربة جديدة مع الشريك قد لا تكون راضي عنها ببادئ الأمر ولكنك مجبر عليها. مولود الأسد، رح تنجح بمحاصرة بعض المشاكل والأزمات المقصودة ضدك بشكل مباشر، ومع ذلك ما رح تتخلى عن فكرة الانتقال باتجاه بداية جديدة. وأما عاطفيا الشريك بيستحق منك إرضائه بشكل صحيح، ونصيحتنا لك تتعلم الطريقة المناسبة اللي ممكن تخليك تكسب قلبه عن جديد. مولود العذراء، إجراءات توسعية بتستحق منك متابعتها بدون تأجيل، بالإضافة لبعض الحلول المالية الطارئة. عاطفيا عم تستعد لإنهاء خلافك العاطفي مع الشريك وبدون ما تتنازل عن بعض المعتقدات المرتبطة فيها. مولود دا برج الميزان، عم تتعقد الحلول المالية قدامك بشكل واضح، ورح تجبرك هيدي الأجواء لاعتماد سياسي تقشفي تخفف عنك هيدا الضغط. عاطفيا المستجدات العاطفية الأخيرة اللي حصلت ما بينك وبين الشريك رح تصعب عليك عملية حسم الأمور لصالحك بشكل اللازم. مولود العقرب، عم بتمر بفترة مهنية تعتبر هي الأقل منفعة بالنسبة لك، ومع ذلك تبدو حريص على مواصلة أعمالك وصلاحياتك المعتادة لبينما تتمكن من تغيير المعادلة لمصلحتك. عاطفيا خفف من الشكوك العاطفية اللي عم بتدور براسك، واترك الأمور لقدرها مع الشريك، وخصوصا أنه الواقع الحالي لا يبدو أنه مريح أبدا عند الطرفين. مولود القوس، عم بتفكر بالانسحاب لموقع عمل جديد وبالوقت يلي خياراتك المهنية لا تبدو مضمونة أو ممكن أنها تكون البديل الأفضل بالنسبة لك من الناحية المالية. عاطفيا عم تشعر بأنه الشريك متحفظ جدا بمشاعره، وكأنه في طرف آخر ممكن يكون السبب الأساسي يلي وراء هيدا الغياب المتقطع بمشاعره تجاهك. مولود برج الجدي، رح تسترد قيمتك الفعلية على الصعيد المهني والمالي من خلال بعض العلاقات القديمة، وبذات الوقت رح تتخلى عن عملية احتساب الخسائر السابقة يلي كلفتك كتير بالفترة الماضية. عاطفيا، عودة الخلافات العاطفية على الساحة عن جديد بالوقت يلي افتكرت فيه انك تخلصت منها للأبد حسب الاتفاق المتفق عليه ما بينك وبين الشريك. مولود برج الدلو، عم تشعر بالخنقة والظلم من الجو العام يلي عم بتعيشه حاليا مع محيط عملك الحالي، ولا تبدو محاولاتك الفعلية لمحاصرة هيدا الواقع ممكن يكون بكبسة زر. عاطفيا عم بتخطط لحل إضافي من خارج النطاق المألوف، وبالشكل يلي ممكن انه يعطيك كامل الحق باسترداد علاقتك مع الشريك بأسرع وقت. مولود الحوت، عم تسعى بكافة الاتجاهات لاسترجاع حياتك المهنية السابقة بشكل أقوى من أول، ومن المحتمل انك تستعين ببعض الأصدقاء القدامى لحلحلة جزء من حريتك المرتبطة فيها. عاطفيا، علاقتك مع الشريك تبدو محكومة لبعض التنازلات القادرة على إنهاء حالة اللا استقرار العاطفي لمسيطر على الجو العام بينك وبينه. هذه كانت أخبارنا وتوقعاتنا الفلكية لهذا النهار، إن شاء الله تكونوا حبيتوها. بتمنى لكم بقية النهار يكون كتير حلو. ضلكم بألف خير، وباي باي.